بس الضحكة. شوفوا يا بنات، أنا بعض الأحيان لما كنت صغير يعني صراحة صراحة لما كنت صغير كنت أسوي حركات مثل كذا. أعترف يعني. لكن لما صرت أبو وصار عندي عيال، لما أناديهم يسمعون الكلام أنا أنبسط مرة. يعني أفرح لما بنتي تترك من يدها الأيباد وتترك كل شيء، تقول نعم يا أبوي إيش تبغى؟ إيش أعمل لك؟ أفرح مرة كثير. فأنتوا تخيلوا يا بنات فرحة الأم لما تقول تعالي يا جوانة، تعالي يا جمانة، تعالي يا جنة، تعالي يا غنى، تعالي يا ليان، ومباشرة أنت تلبي طلبها. الأم بتفرح فرح كبير جدا جدا، مو عشانك قمتي، في شغلة ثانية مهمة اللي بيقولها بعطيه هدية كبيرة عشان أخذ أجر. لا عشانك ساعتين، في حاجة كذا كذا خطيرة 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 مرة حلوة. عشان ها عشان يلا يلا عشان أمها حسيتها أنها أنه يعني أنه يعني أنت متربية ويعني مؤدبة وزي كذا، وحست بألف أراح أنها تلف عقلي. عطوها صفقة قوية البنت هذه ما شاء الله عليها. الله الله، في الحلقة الجاية بجيب لك هدية. عشان هدية مرة حلوة. عشان الأم ما يروح صوتها تسوي عملية. الله يستر من العمليات. جوانا إيش قالت؟ الأم تفرح لما تشوف أثر تربيتها لبنتها وأثر تربيتها له، تفرح كثير. يا الله تعبي ما راح، أنا يوم ربيت بنتي شوفوا ثمرة التربية حقي ما راح. بعض الأمهات إيش يقولون؟ والله ما فاد معاك التربية وتعبي كله راح، صح ولا لا؟ إيه هذا يعور قلب الأم كثير. خلاص.